مطورين ألعاب الفيديو بيحطوا دائما أشياء أو ألغاز مخفية في ألعابهم ما بتكون ظاهرة لجميع اللاعبين، لا فقط اللاعبين يلي بيدققوا وبيركزوا على أدق التفاصيل ممكن يكتشفوها. بعض هالألغاز اللي بيكتشفوها اللاعبين بتكون أشياء عادية مثل غرفة سرية، سلاح قوي، سكن نادر ومن هالكلام، وبعضها بتكون أشياء جدا غريبة ما بتخطر على بال أي حد. فبهالفيديو جاب لكم أغرب 10 ألغاز بتاريخ ألعاب الفيديو، فيلا خلنا نبدأ. قبل أن نبدأ بس حاب أعلن عن الفائز بآخر giveaway على شاشة ألعاب بدقة 4K، والgiveaway كان على هالفيديوهات اللي شايفينها قدامكم، والفائز معنا هو خالد الهوري، إن شاء الله ألف مبروك. والgiveaway الشهري الجديد رح يكون على $250، والفائز يقدر يستلمها على شكل بطاقة من البطاقات شايفينها قدامكم على الشاشة. إذا حاب تدخل بفرصة الفوز فيها كل عليك تسويه ادعم الفيديو بزر اللايك، اشترك في القناة واترك أي تعليق مع وسيلة التواصل. وهذا الفيديو برعاية أحد أفضل ألعاب الباتل رويال واللي مدمن عليها شخصيا، واللي هي لعبة إبكس ليجند، بس أخيرا صارت متوفرة حاليا على الموبايلات باسم إبكس ليجندز موبايل. هذه اللعبة فيها كثير أشياء بتميزها عن جميع ألعاب الباتل رويال الثانية، بس أهمها الشخصيات. اللعبة فيها كثير شخصيات وكل شخصية بتميز بقوة وخصائص معينة، وحاليا في شخصية جديدة حصرية فقط لنسخة الموبايل واللي هو شخصية فيد، وخصائصها جدا رهيبة. وغير كذا اللعبة متوفرة باللغة العربية بالكامل، فحملوا اللعبة الآن من الرابط اللي موجود بالوصف. اللعبة متوفرة على الآيفون والأندرويد، وكمان راح تلاقوا بالوصف سيرفر خاص باللاعبين العرب للعبة على موقع ديسكورد، وفي فعاليات جدا رهيبة، فتأكدوا تدخلوا فيه. ويلا خلنا نبدأ بالفيديو. طيب وخلنا نبدأ بالمرتبة العاشرة مع لعبة Red Dead Redemption 2. أظن معظمكم بيعرف لعبة Red Dead، بس اللي ما بيعرفها اللعبة جدا واقعية، يعني ما فيها أي شيء خيال مثل زومبي، وحوش، فضائيين، لا اللعبة قصتها بالغرب الأمريكي من زمان على وقت الكوبويز وحروب العصابات ومن هالكلام. بس أحد الأشخاص اكتشف لغز جدا غريب وما بيتناسب أبدا مع جو اللعبة الواقعي، واللي هو في أحد البيوت المهجورة لما تفوت عليه رح تلاقي جميع الناس اللي فيه ميتين بشكل غريب. بعدين رح تلاقي ورقة كاتبها قائد هالناس وكاتب فيها تم التواصل معنا من مخلوقات من عالم آخر، وقالوا لنا ننتحر على الساعة 2 بالليل في ليلة بيكون فيها القمر مكتمل نصفه فقط. المهم لو رجعت على نفس هذا البيت الساعة 2 بالليل ونصف القمر كان مكتمل راح تشوف هذا الشيء. ايه مثل ما شفتوا في مكوك فضائي بلعبة Red Dead Redemption 2. تذكروا احداث اللعبة كلها واقعية وما فيها اي شيء خيال، فهذا الشيء يعتبر جدا غريب للعبة. لا وكمان في قمة احد الجبال لو طلعت عليها بنفس الوقت فراح تقدر تشوف المكوك الفضائي مرة ثانية. في المرتبة التاسعة عنا لغز بلعبة The Evil Within، احد اقوى العاب الرعب. هاللعبة جدا مخيفة وفيها زومبي وشياطين واشباح، بس احد اقوى الاعداء يلي بواجهك بهاللعبة هو هذه السيدة اللي شايفينها قدامكم يلي مقطوع راسها وبتضل تمشي وراك، ولو مسكتك راح تفتح بطنها وتاكل شخصيتك. شخصية جدا مرعبة ومخيفة. المهم في احد المهمات باللعبة راح تلاقي فيه vending machine او الالة يلي فينك تشتري منها مشروبات، فروح عندها واشتري من الالة 15 مرة، ولو سويت كذا راح تلاقي فيه لوحة على الحيط وقعت، وخلف اللوحة في فتحة بسيطة بالحيط، لو شفت من خلال هالفتحة فراح تشوف هالمنظر. ايه مثل ما شفتوا
هذا الوحش أو السيدة اللي مقطوع راسها واللي شكلها جدا مخيف قاعدة ترقص وفي حواليها كم زومبي قاعد يشجعها. هذا اللغز تقدر تقول عليه أحلام العصر من جد، بس نوعا ما حلو، بيخليك تطلع من جو الخوف والرعب يلي بتعيشك فيه اللعبة. في المرتبة الثامنة عنا أحد أغرب الألغاز اللي راح تشوفوها بهالفيديو، واللغز بلعبة GTA 4. لعبة GTA 4 أحداثها في مدينة نيويورك في أمريكا، وأحد أشهر الأشياء في مدينة نيويورك هو تمثال الحرية، فعشان كذا بتلاقيه موجود في اللعبة. فتقدر باللعبة تروح على تمثال الحرية، وأول ما توصل عليه راح تلاقي مكتوب على الباب No hidden content this way، يعني بالعربي ما في أي لغز أو شيء مخفي هنا. وطبعا لما اللعبة تقلك ما في لغز أو شيء مخفي هنا فالعكس هو الصحيح، فادخل جوا تمثال الحرية راح تلاقي سلم، تسلق السلم للأعلى وراح تشوف هالمنظر الغريب. إيه، تمثال الحرية طلع عنده قلب وقاعد ينبض، لغز جدا غريب. في المرتبة السابعة عنا لغز جدا رهيب في لعبة داينج لايت. لعبة داينج لايت هي لعبة زومبي عالم مفتوح، وبتتميز بالباركور أي سهولة الحركة والتسلق. فالمهم أحد اللاعبين كان عم يلعب اللعبة وكان عم يتسلق ويقفز بين المباني، وانتبه أنه على قمة أو رف أحد المباني في هذا الأنبوب الأخضر اللي شايفينه قدامكم، واللي يشبه بشكل جدا كبير الأنبوب بلعبة سوبر ماريو. فراح وتفاعل معاه وضغط مربع ونقلت اللعبة على لعبة سوبر ماريو، أو المهمة الأولى من لعبة سوبر ماريو بروز الأصلية بس بلعبة داينج لايت، وكانوا مصممينها بالحرف نفس مهمة سوبر ماريو الأولى، بس عم تلعبها بأسلوب لعب داينج لايت الجد الرهيب. في المرتبة السادسة عنا لغز بلعبة الأكشن ماكس بين. لعبة ماكس بين تعتبر من ألعاب الأكشن الكلاسيكية الجدة الرهيبة، واللعبة مطورينها روكستار نفس اللي طوروا لعبة GTA. واللعبة بشكل عام جوها جدي، يعني ما في مزح أو طقطقة أو شيء من هالكلام، بس بأحد المراحل رح تلاقي في فتحة بالحيط موجودة بشكل عشوائي، لو رميت قنبلة وفجرتها جوا هالفتحة فرح يطلع لك فئران اللي كانوا متخبين بداخلها، بس هالفئران رح يكونوا جدا معصبين لأنك دمرت بيتهم أو المكان اللي عايشين فيه، فرح يكون معهم مسدسات ورح يبدأوا يطلقوا النار عليك ولازم تتعارك معاهم. فأي مرة ثانية قبل ما تزعج الفئران اتأكد أنه ما في معهم مسدسات. لغز تحشيش من جد. بالمرتبة الخامسة عنا لغز بلعبة هيلو كومبات إيفولف. اللعبة نزلت عام 2003 وتم اكتشاف اللغز عام 2020، أي بعد 17 سنة من نزول اللعبة، والحين رح تعرفوا ليش أخذ كل هالوقت. أحد اللاعبين المهتمين بلعبة هيلو قدر يهكر اللعبة، ولما هكرها قدر يروح ويمشي لأي مكان في اللعبة، يعني في بعض الأماكن مغلقة بجميع الألعاب ما تقدر تعديها، بس لما هكر اللعبة لا، قدر يروح ويطلع برا الخريطة ويروح أي مكان. فراح برا الماب على هالمنطقة شايفينها قدامكم، ولقى ورا الحيط صورة بنت، وصورة البنت حقيقية مو صورة من جوا اللعبة، لا واضح صورة بنت حقيقية حاطينها جوا اللعبة. فكان شيء جدا غريب وما حد فاهم ليش حاطين صورة بنت بمكان بداخل اللعبة ما رح يقدر يوصل له أي شخص إلا إذا واحد هكر اللعبة. وفعلا اجا شخص هكر اللعبة بعد 17 سنة وسوى فيديو عن هاللغز، هو يوتيوبر على فكرة اسمه روكيت سلوث، والشيء المفاجئ انه احد المطورين على لعبة هيلو كتب تعليق على الفيديو تبعه، كتب له شكرا على الفيديو، هذه اللي بالصورة بتكون زوجتي. ايه، هذا الشخص اللي اشتغل على لعبة هيلو حط صورة زوجته باللعبة بشكل مخفي وما حد رح يقدر يشوفها، عشان بعدين يفاجئها باللغز بينه وبين زوجته فقط. بس حاليا فوق المليون شخص على الأقل شاف صورة زوجته بعد ما انتشر اللغز على اليوتيوب. في المرتبة الرابعة عنا أحد أغرب الألغاز واللي ما لقينا له أي تفسير، واللي هو لغز الدبدوب بأجزاء
Call of Duty Modern Warfare. بأول جزء Call of Duty Modern Warfare نزل عام 2007، لما تكسر التلفزيون بهذه الخريطة راح تلاقي فيه دبدوب ورا التلفزيون بشكل جدا غريب. بعدين بالجزء اللي بعده Call of Duty Modern Warfare 2 اللي نزل عام 2009 راح تلاقي فيه أكثر من دبدوب موزع بين مابات الأونلاين وموجود دائما بأماكن جدا غريبة وأماكن صعب توصلها. بعدين بالجزء اللي بعده Modern Warfare 3 اللي نزل عام 2011 راح تلاقي دبدوب مخبى بأحد العمارات وما تقدر تشوفه إلا إذا سويت جليتش، لازم تسوي جليتش وراح تشوف دبدوب ماسك مسدسين في إيده، وما حد كان فاهم ليش هالدبدوب موجود بكل أجزاء Modern Warfare. المهم بجزء Modern Warfare الجديد اللي نزل عام 2019 رجع الدبدوب مرة ثانية، بس رجع بقوة بأحد مابات الأونلاين في 4 صخور على الحيط، لو طلقتها راح يطلع خلف 3 منهم أرقام، والرابع راح تلاقي فيه مثل جهاز تقدر تكتب فيه الأرقام، فاكتب فيه الأرقام يلي لقيتها وراح تشوف هالمنظر الرهيب. اي مثل ما شفتوا حاليا رجع الدبدوب بحجم جدا ضخم ومعصب، ولا كمان في ماب ثاني بمودر وورفير في مثل باب سري تقدر تفتحها بلغز معين، لو نزلت تحت راح تلاقي عدة دبديب قاعدين على طاولة ومسوين لقاء، وفجأة راح ينفتح باب في دبدوب وماسك رشاشين وراح يقتلك، وإلى الآن ما حد بيعرف ليش هالدبديب موجودين بلعبة حرب واقعية Call of Duty Modern Warfare، ما لهم أي تفسير. في المرتبة الثالثة أظن معظمكم بيعرف سبونج بوب، أحد أشهر الشخصيات الكرتونية في العالم، وفي عدة ألعاب فيديو لسبونج بوب وبتكون ألعاب بسيطة وموجهة للأطفال، بس في بعض الأشخاص دخلوا على ملفات لعبة سبونج بوب. عادة هالملفات بتكون مشفرة وما حد يقدر يفتحها غير مطورين اللعبة، بس في بعض الأشخاص قدروا يفتحوها، وهالملفات بيكون فيها عادة البرامج اللي استعملوها لصناعة اللعبة وبعض الأكواد الخاصة وصور وفيديوهات يلي موجودة باللعبة. فالمهم هاللاعبين لقوا صورة جدا غريبة بآخر لعبة سبونج بوب اللي هي سيف ذا داي. هاي الصورة مثل ما شايفينها قدامكم صورة وجه واحد جدا مخيف وغريب وغير موجود باللعبة، فقط موجود بملفات اللعبة. وإذا نفكر هالصورة غريبة ففي لعبة سبونج بوب ثانية اللي هي تايتي وايتي كمان دخلوا على ملفاتها ولقوا هالصورة اللي شايفينها قدامكم، صورة جدا مخيفة لسبونج بوب، ومرة ثانية هالصورة مو موجودة في اللعبة فقط بملفات اللعبة. وفي صورة ثالثة بس ما أقدر أعرضها على اليوتيوب أبدا وإلا رح ينمسح الفيديو ورح أخذ إنذار، لأن الصورة جدا مقززة وكمان لقوها بملفات لعبة سبونج بوب. فإيش قاعد يصير مع مطورين ألعاب سبونج بوب؟ ليش عم يحطوا هالصور الغريبة بملفات لعبة موجهة للأطفال؟ في المرتبة الثانية عنا أحد أعظم الألغاز بتاريخ الألعاب واللغز بلعبة ستانلي بارابل. هاللعبة تكلمت عنها قبل بفيديوهات التوب 10 بس رح أشرحها بشكل سريع للناس اللي ما بيعرفوها. اللعبة بكل اختصار بتكون شخص محبوس بمكتب عمل وما في حد بالمكتب غيرك، وبصير في شخص يتكلم معك ويسولف معك ويقول لك شو لازم تسوي عشان تطلع من المكتب. اللعبة كلها ألغاز وجدا ممتعة. المهم في أحد المهمات باللعبة الشخص اللي يتكلم معك بيوديك على غرفة، وبهالغرفة في صورة بيبي أو طفل رضيع عم يروح لعند النار، وبيقول لك كل عليك تسويه إنك تضغط الزر الأحمر عشان تحمي البيبي أو الطفل من الاحتراق، ولازم تعيدها أكثر من مرة. مهمة جدا سهلة ومستحيل حد يخسر فيها، بس لو خسرت فيها أو قصدا ما ضغط على الزر الشخص اللي يتكلم معاك راح يعصب ويقول لك هالكلام. You heartless bastard. Did you do it because you hate babies or purely to spite me? بعدين راح يقول لك بما أن مو عجبتك لعبتي خلني أوديك على لعبة ثانية. Oh hey, since my game was so awful, why don't we play someone else's game? Well, Stanley, is this any better? At last, the one thing you've always desired, a game I had absolutely nothing to do with.
اي مثل ما شفتوا راح يدخلك على لعبة ماينكرافت حتى لو ما عندك اياها. لغز جدا رهيب كيف فجأة شغل لك لعبة بداخل لعبة ثانية، وراح يعمر بيت إلى وينزل معاك المنجم تجمعوا ألماس كذا. فجأة اللعبة تحولت إلى ماينكرافت. في المرتبة الأولى عنا أعظم لغز في تاريخ ألعاب الفيديو حرفيا، واللغز بلعبة الموتورات ترايلز فيوجن. اللغز بكل صراحة جدا معقد وفيه كثير تفاصيل، فركزوا معاي. اللاعبين انتبهوا أثناء لعبهم للعبة أنه في أكثر من مكان بيكون فيه أحرف ورموز عشوائية، فأخذوا سكرين شوت لجميع هالرموز وجمعوها مع بعض وطلع كلام عشوائي ما له أي معنى. أحد اللاعبين انتبه أنه هالرسالة عبارة عن شيفرة سرية، فحل الشيفرة وطلعت معاه رسالة بتقله أنه يوقف بأحد الأماكن في اللعبة ويحط هذا الرمز السري. كان رمز سري بيد البلاي ستيشن نفس الكلمات السرية بلعبة جي تي اي. فالمهم سوى كذا، وبعدين اشتغلت موسيقى جدا غريبة، وهالموسيقى كان فيها شيفرة سرية أو مورس كود. فاللاعبين حلوا المورس كود يلي في الموسيقى ووداهم على موقع على الإنترنت، موقع سري. في هالموقع كان في رموز غريبة وصور وما لها أي معنى، كمان طلعت شيفرة سرية حلوها اللاعبين، وهالشيفرة عطتهم مواقع 5 أماكن في العالم، 2 في أمريكا، 1 في بريطانيا، 1 في أستراليا، والأخير بفنلندا. فاللاعبين بهالبلدان كل واحد راح على هالموقع ولقى في بوكس خشبي غريب. بداخل هالبوكس في مفتاح وفي معاه رسالة. الرسالة بتقول انه 1 من هالخمس مفاتيح راح يفتح صندوق سري راح يكون موجود تحت برج ايفل بفرنسا تاريخ 1/8 عام 2113، يعني بعد 100 سنة. ايه مثل ما سمعتوا، احد الاشخاص سأل مطور اللعبة وقال له انه راح نكون كلنا ميتين بهداك الوقت. قال ايه ادري، بس انا راح اتأكد قبل ما اموت انه يكون في صندوق تحت برج ايفل بهذا الوقت بالضبط، وراح يكون محتوى سري بالكامل. فقال لها الخمس اشخاص يلي حصلوا المفاتيح تأكدوا تعطوا هالمفاتيح لأولادكم او احفادكم قبل لا تموتوا عشان يروحوا بهذا التاريخ ويفتحوا الصندوق السري. فالمهم بكرة بس تتزوجوا ان شاء الله خلوا اولادكم بس يكبروا ويشوفوا هالفيديو عشان عام 1113 يدوروا على الانترنت ويشوفوا محتوى الصندوق السري. فأي يا شباب هالفيديو لليوم، اتمنى يكون عجبكم، اتمنى نهاية الفيديو لا تنسوا تعطوا الفيديو زر اللايك، شاركونا بالتعليقات شو أغرب لغز شفتوه بهالفيديو. أتمنى تكتبوا هالشي بالتعليقات. وبس كان معكم شركيال وشركيكي، شكو فيديوهات ثانية إن شاء الله. مع السلامة.